لكن يمين بالله شهيد، يمين بالله لو عملت لي فيها فلوط لكل واخد زينه ومش هتشوف وشها بعد كده. تشكرين يا عائشه. اتفضل الشاي يا ابو. شوف يا كبير البندريه، جيتك عندي على راسي من فوق، وزينه زي ما هي اختك فهي مرت ولدي وام عيالنا، لينا فيها اكتر مالك فيها يا راجل. كلامك زينه يا مغاوري، ومحدش يقدر يقول غير كده. يبقى من حقنا نطلب حقها فرس ابوها. يقولك يا زينه، عايزة نصيبك ولا لا؟ اسمع يا زينة، لو عايزة مني نصيبك نقدي أنا هدفعهولك وعلى داير ملين، لكن يكون في علمك مش هيكون ليك حق في بيت أبوكي، هتيجي عندي ضيفة، ضيفة وبس يا زينة. لا مش هاخده يا همام، لكن عايزة ورقة منك تثبت حق في بيت أبوي، أنا مش ضمناك. مش ضمنان أنا يا زينة؟ مش ضمنان أنا؟ طب يا رجالة هنفضها سيرة ونصيب زينة يكون أوضة واحدة بس في بيت أبوها، خلص الكلام على كده. يبقى قاعد حقي. أنا جوز أختك، أنا تهنت في بيتك واتزعطت منه. أهو اللي زعطك جاي أهو، ولو كان ليك حق يا شاهين أنا هجيبه لك وبنفسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم. مرحبا مغاوري. خبر إيه يا همام؟ نصبين لي محكمة في بيتنا سايبك ولا إيه؟ لا محكمة ولا حاجة يا راجل، إحنا أهل. بس يعني شاهين ولدي زعلان منك على اللي عملته معاه في بيتك. حصل. عشان ما احترمش البيت اللي هو قاعد فيه. شاهين يا ولد اخوي بيتهمنا بسرقة فلوس عم حسان، وبيقول ان احنا حطينا فلوس عم حسان على فلوس الخراجات عشان نداروا السرقة. حصل الحديد ده منك يا شاهين؟ حصل. ما هو مش معقول بيت زي ده يتباع بملايين. طب وانت عندك باين على الحديد ده؟ بصراحة احنا بنشك انه على الاقل عمك دياب عنده علم. ما هو مفيش حد يستجري يسرق من غير ما يشاور كبير عيلته، ومدام كان هو الكبير يبقى عنده علم. شايف شايف يا مغاوري، ولدك بيطول لسانه ويقل ادب عليا وفيتك. يا دياب يا دياب، السرقه اللي حصلت مع كبيرنا مش حاجه هينه، ولو ما كناش نقطع فرط الموضوع ده الامان هيضيع من بيوتنا. وكيف ما قال همام قدام كل اهل النجا، كلنا مشكوك فينا لحد ما نطلعوا الحرامي من وسطينا. أنا قلت كده علشان محدش يتهمنا ولا حد يشك فينا. أنا شايف إن التفتيش ده قلة قيمة وعلى الفاضي، علشان الحرامي لا يمكن حيدس السريقة في بيته. خلاص محيط مفيش باينة، بلاش عدل يتهموا الناس بالباطل. سلام عليكم. وعليكم السلام. عيب يا شاهين، عيب يا شاهين تتهموا الناس بالباطل، ده عمك دياب برضك.